السلام عليكم. أرامكو تنشر فيديو جديد يرصد لحظة استهداف الحوثيين لمنشأة نفطية في جدة الأسبوع الماضي. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشر تشارلز ليست زميل ومدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط مقطع فيديو جديد صادر عن شركة أرامكو السعودية يظهر لحظة استهداف الطائرات المسيرة الحوثية لمنشأة نفطية تابعة لها في جدة قبل أيام. ووفق الفيديو المنشور الذي رصدته وطن، فقد ظهر بوضوح لحظة استهداف الطائرات المسيرة الحوثية لخزانات الوقود في المنشآت النفطية. وبحسب الفيديو فقد ظهر أن إحدى المسيرات لم تتمكن من استهداف الخزان النفطي بشكل مباشر، وإنما سقطت على مسافة قريبة جدا من الخزان، مما أدى لإحداث أضرار وتسرب النفط منه ثم اشتعاله. وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن الجمعة 25 مارس أدار الحالي إن محطتي توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة تعرضت لهجوم وتمت السيطرة على الحريق شب في خازنين بالمنشأة النفطية. وتضمن بيان التحالف إنه لم تقع خسائر بشرية نتيجة الهجوم التي شنته جماعة الحوثي اليمنية. وجاءت الهجمات عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.